أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنسلط الضوء في هذه الحلقة على التطورات العسكرية المستجدة في عدد من جبهات القتال المفتوحة بين الجيش الوطني والميليشيا. على عدد من جبهات الحرب المفتوحة، رغم اتفاق التهدئة، تقدمت قوات الجيش الوطني والمقاومة في عدد من المواقع. ففي الجوف وتحديدا في مديرية الغيل غرب المحافظة، سيطرت قوات الجيش الوطني على 4 مناطق، كما أنها أيضا تقدمت في شبوة وسيطرت على نقطة الساق الواصلة بين مأرب وشبوة. حدث ذلك أيضا في جبهة نهم، حيث تمكنت من صد هجمات عدة للميليشيا ومطاردة عناصرها في عدد من مناطق المديرية. تأتي هذه التطورات العسكرية اللافتة من حيث النسق والتوقيت، رغم اتفاق التهدئة الذي مضى على سريانه شهر ونصف، فقد بدأ واضحا أن قوات الجيش الوطني والمقاومة ضاقت ذرعا باتفاق التهدئة الذي لم يلزم الميليشيا باحترامها بل استغلتها منذ بداية سريان الاتفاق. وفي ظل جمود المسار التفاوضي في الكويت وعدم التوصل إلى اتفاق ولو مبدئي حول جدول الأعمال وعدم التزام الميليشيا بالمرجعيات المتفق عليها، رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر قال إنه في حال فشل المشاورات سيكون الخيار العسكري هو الحل. وأوضح بن دغر في لقاء خاص سيبث لاحقا في على قناة بلقيس أن هناك إرادة وطنية وإقليمية ودولية للسلام في اليمن، لكن في حال فشل المشاورات سيتم محاربة الإنقلابيين والعودة إلى صنعاء واستعادة الدولة. مشاهدينا، نتوقف عند هذه المستجدات لنناقشها في محورين: ما دلالة التصعيد العسكري في هذا التوقيت، وكيف ستنعكس هذه التطورات على مسار التفاوض في الكويت، وهل تنبئ التحركات العسكرية على الأرض عن الميل نحو الحسم العسكري كخيار حتمي في ظل جمود الحل السياسي وتعثره. هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها في حلقة الليلة من زوايا الحدث، لكن قبل أن نبدأ نتابع هذا التقرير. تنخفض أصوات المتفاوضين في الكويت، فترتفع معها أصوات آلة الحرب على الأرض في اليمن. فهناك الفعل وهنا صدى. الجيش الوطني والمقاومة بدوا كأنما ضاقوا ذرعا من هجمات الميليشيا عليهم في خرق متكرر للهدنة السارية لليوم 44. فخرجت قيادة أركان الجيش لتعطي الضوء الأخضر للقوات بالرد على هجمات وقصف الميليشيا، واضعة الأمر ضمن حق الدفاع عن النفس. وفي الإطار ذاته استعرت الاشتباكات بين الجيش الوطني والميليشيا في الجوف بعد تعزيزات عسكرية كبيرة للميليشيا تكللت بسيطرة قوات الجيش على 4 مناطق في مديرية الغيل، هي نوب العوران والعضبة ونوب صابر ووادي شواق. حدث هذا أيضا في نهم، حيث تقدمت قوات الجيش والمقاومة في أجزاء واسعة من المديرية. وطبقا للمتحدث باسم مجلس المقاومة عبدالله الشندقي، فإن قوات الجيش والمقاومة قامت بمطاردة عناصر الميليشيا في قرى آل عامر والضبيعة والذراع ونملة ومواقع أخرى. أما في شبوة وتحديدا في بيحان، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة السيطرة على نقطة الساق على الطريق الواصلة بين مأرب وشبوة، كما سيطرت على موقع العكد السفلى في نفس المنطقة. جبهات القتال المذكورة في الأصل لم تكن تشهد من الاتفاق المبرم شيئا منذ سريانه، فالمناطق تشكل ثقلا عسكريا للجيش الوطني وخزان قواته البشري، لذلك تسعى الميليشيا لاستنزافه. ليس حال تعز بالاستثناء، فالمقاومة والأهالي يقولون إن اتفاق وقف إطلاق النار بات مثخنا بالانتهاكات، فمواقع المقاومة والجيش هدفا لقذائف الميليشيا، كما تشهد الأحياء السكنية قصفا يوميا لا يستثني المدنيين ولا المراكز الطبية. وفي وقائع الفعل ورد الفعل على الأرض تدور الأحداث في عجلة تبدو بعيدة عن مسار الكويت، بصورة تجعل الحديث عن الحل أمرا ممزوجا بالدماء. إذن مشاهدينا، لمناقشة موضوع حلقة الليلة سينضم إلينا الناطق باسم المقاومة في الجوف عبد الله الأشرف. سيد عبد الله مساء الخير. بس مساء النور، حياك الله. أهلا بك سيد عبد الله. بداية، لو تحدثنا عن المناطق التي ما تزال خاضعة لسيطرة الميليشيا حتى اليوم، ما هي الأهمية الاستراتيجية لها؟ بالنسبة للآخر ما يستميت عليها الحوثي الآن هي السادية وجبال الجردة، هذه التي تعد ترسانة عسكرية منذ أكثر من 5 سنوات، والحوثي يخبئ فيها كثير من الأسلحة المتنوعة
ويحافظ عليها بعيدا عن القرى، وهذه الترسانة يعتبرها الحوثي مصيرية بالنسبة له، كون إذا تم السيطرة عليها سيكون الجيش والمقاومة في يعني طريقه القريبة إلى أرحب المطمة إلى أرحب. نعم، ما هو يعني هذه المديريات يعني شهدت عملية محافظة الجوف عمليات تحرير واسعة خلال الفترة الماضية، لماذا تم التوقف وعدم استكمال عملية التحرير ومن ثم السيطرة على هذه المناطق؟ نحن من جانبنا التزمنا بالهدنة الدولية التي دعا إليها رعاة هذه الهدنة، والتزمنا من جانبنا ومنذ أكثر من 42 يوم أو شهر ونصف، ونحن ندافع في مواقعنا من هجمات هذه الميليشيات التي لا تعترف بحوارات ولا تلتزم بهدن، وإنما تستغل هذه المشاورات لترتيب الأوراق ولمغالطات لترتيب الصفوف وحشد الأتباع وتدريب أسلحتها بجوار الجبهات. نعم، لكن اليوم عادت العمليات العسكرية مجددا في محافظة الجوف، ما يعني ما الذي حققته المقاومة اليوم والجيش الوطني؟ يعني ما هي المناطق التي وقعت تحت سيطرتها؟ المناطق هي ما يقارب 60 كيلو غرب الغيل وأصبح الغيل بين كماشة المقاومة والجيش من ميمنة وعن الميسرة، وهذا المنطقة أو المديرية مديرية الغيل تعتبر في جمالها من صلة ورابطة عددية وفكرية فيها من الأشراف الذين ينسبون أنفسهم إلى سلالة هاشمية وهي بعيدة كل البعد لارتباطها بالإيراني، واليوم تم تحرير هذه المناطق الكبيرة وبعض الميليشيات محاصر، وهم الآن بين كماشة المقاومة والجيش، وتم أسر أكثر من 25 أسير في معركة اليوم بعد خروجات الحوثيين البارحة في هجماتهم. لكن فيما يتعلق بمديرية الغيل، ما هي أبرز المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيا؟ بالنسبة لمنطقة مديرية الغيل يقارب 95% محافظ الآن بيد المقاومة والجيش، ولم يتبقى إلا جبال وتباب، يعني يعتبر الحوثي ترسانة عسكرية وخط إمداد للدخول إلى هذه المديرية. نعم، والآن يستميت عليها أبطال جيش المقاومة على بعد مئات الأمتار منها، وتدور اشتباكات عنيفة الآن في هذا الوقت، وإن شاء الله سيتم تحليلها في الساعات القريبة. نعم، لو تحدثنا عن لجان التهدئة في المحافظة، أين هي مما جرى اليوم من عودة المواجهات مجددا؟ نحن أخبرنا هذه لجان التهدئة وأخبرنا ممثلين في الحوار منذ خروج تعزيزات الحوثيين أمس بالمساعدة حتى وصلوا إلى جبهات الجوف في جبهات التون والغيل والمصلوب، ونراقب هذه التعزيزات حتى دخلت إلى هذه الجبهات الساعة 8 مساء، والساعة 9:30 قامت هذه التعزيزات بمناوشة هذه الجبهات، واشتدت المعارك منذ الساعة 9:30 مساء رابعة فجرا، وتم التصدي لهم ولم يحققوا أي تقدم، وفي صباح اليوم تم الهجوم عليهم ردا على خروجاتهم وهجوم واسع، وتم التقدم وتحرير منطقة وبز بالمصلوب وكثير من مناطق الغيل، ولم يتبقى الآن إلا الشادية وجبال قرج. نفهم أن الميليشيا يعني ما زالت يعني تقدم تعزيزاتها لمحافظة الجوف. التعزيزات متواصلة ومستمرة منذ بداية سريان الهدنة، والحوثي يحشد أتباعه ويجمع سلاحه إلى هذه الجبهات هذه الجبال. نعم، إذن تكرم بالبقاء معنا سيد عبد الله الأشرف، سينضم إلينا الآن رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف. سيادة اللواء مساء الخير. مساء النور. سيادة اللواء، بداية اليوم انطلقت عمليات متزامنة في نهم وأيضا في الجوف وأيضا في شبوة، هل يعني هذه الانطلاقة تمت بوفق يعني خطة معدة من قبل يعني قيادة الجيش الوطني والمقاومة، أم أنها ردا على بعض الخروقات؟ هي الأخير، لأنه القوات المسلحة النظامية الوطنية والمقاومة الشعبية لا يمكنها أن تخرق الهدنة، وهي قد تحملت الكثير
وما زالت تتحمل وتصبر بناء على توجيهات القياده السياسيه والعسكريه. ما يحدث في الجوف وفي نهم وفي شبوه هو ردود افعال على اختراقات من قبل قوات الانقلابيين. هم يحشدون باستمرار، حشدوا الى شبوه وحاولوا اختراقها، وحشدوا الى حدود لحج وحاولوا اختراقها، وحشدوا في المنطقه الشمال الغربيه، وحشدوا في فرضه نهم، نعم، وحاولوا استعاده مواقع، وكذلك في الجوف. طبعا هم فشلوا في كل هذه العمليات. والقوات المسلحه اي عمليه تقوم بها القوات المسلحه الوطنيه ليست اكثر من ردود فعل، يعني بمعنى رد على انتهاكات الانقلابيين لوقت اطلاق النار، ليس اكثر. تنتصر القوات المسلحه والمقاومه، اي نعم، لكن هذا هو الرد على خرق الهدنه من قبل الانقلابيين. نعم. يعني سيادة اللواء، يعني هذا المنحى التصعيدي في المواجهة المسلحة إلى أي حد أنتج أو أفرز متغيرات استراتيجية على الأرض؟ وطبعا لم يستطع الانقلابيين أن يحققوا أي تغيير على الأرض، ولم يحققوا أي مكسب يمكن أن تسميه استراتيجي. هم فقط يثبتوا يوما عن يوم أنهم لا يريدون السلام، وأنهم دعاة حرب، وأن الحرب هو خيارهم الأول والأخير. هذه هي القضية الرئيسية، أما أنهم أنجزوا شيئا فلم يتمكنوا من إنجاز أي شيء على الأرض. وبالنسبة للجيش الوطني، الجيش الوطني في كل ردود أفعاله ينتصر ويحقق مكاسب، ويكفي أنه يردع العدوان رغم الإمكانيات التي يحشدها الانقلابيون. نعم، كيف يمكن قراءة المشهد من زاوية الربح والخسارة، خاصة في محوري الجوف وشبوة ونهم، والأهمية الاستراتيجية لهذه المحافظات؟ هذه ليست أول مرة. في المرة السابقة في الهدنات الأولى والثانية كان الانقلابيون يخرقون وقت إطلاق النار ويحاولون يحتلوا مواقع فيخسروا المواقع التي انطلقوا منها، وهذا ما حدث اليوم ومع بداية الهدنة. نعم، هل يعني هذا المنحى التصعيدي للمواجهات يشير إلى أن الحسم العسكري هو الحل في مواجهة الميليشيا، وأيضا مع احتمالية فشل مسار التفاوض في الكويت؟ بالنسبة للدولة، الرئيس والحكومة والقوى السياسية المدنية، الحل بالنسبة لها ليس الحسم العسكري، الحل هو الحل السياسي المعتمد. الحل العسكري هو الخيار الذي يحدده الانقلابيون والذي يفرضه الانقلابيون على الدولة والمجتمع. أما الدولة فالدولة فلا تريد إلا الحل السلمي. لكن أيضا رئيس الوزراء في تصريح له قال أن في حال فشلت مشاورات الكويت الحل العسكري هو الحل القائم، بعد أن تبذل الدولة كل جهودها وتضع الأشقاء في التحالف وفي الوطن العربي والأصدقاء في العالم أمام الأمر الواقع، أمام ما يحدث، بعد أن يعني تعمل كل ما في إمكانها ليكون السلام والخيار الأول المعتمد. إذا ما حصل هذا فهذا يعني كما يقول القبائل الإرهابية الغصائب، يعني نعم هو خيار لا نريده، ولكنه يفرض على القوات المسلحه الوطنيه وعلى الدوله الشرعيه. على ايقاع هذه الضربات العسكريه اللافته، هل يجوز الحديث عن استراتيجيه عسكريه جديده بدات تتبلور للجيش الوطني في هذه المواجهه؟ الجيش الوطني الاستراتيجيه العسكريه واضحه، لديه استراتيجيه واضحه ومحدده وصدرت بها اوامر وينتظر التنفيذ، لكن الحاكم في العملية الجارية لن ينفض الجارية في الكويت، ليس أكثر يعني. طيب سيادة اللواء، يعني ما جدوى وجود لجان عسكرية للإشراف على وقف إطلاق النار في ظل ما يحدث حاليا على الأرض من تصعيد عسكري؟ هذا شأن الدولة، هذه هي الدولة، هذا هو الفرق بين الدولة والميليشيات. الدولة لابد أن تطرق كل أبواب السلام، أن تمشي بالعملية السلمية إلى آخرها، أن تبذل كل الجهود، ألا يعني يغريها اختراقات الانقلابيين على اشتعال الحرب الشاملة من جديد. الدولة كما اختارت السلام تختار سبل السلام بقوة ولا تيأس أبدا. هذا هو الفرق بين الميليشيات وبين الدولة. نعم، ما المتوقع في قادم الأيام في طبيعة المواجهة بين الجيش والميليشيا؟ يعني بنظرك ما هي السيناريوهات المتاحة؟ الكرة في ملعب الانقلابيين، ونقولها دائما، إن أرادوها حربا، إن أرادوها سلما فهي لهم، وإن أرادوها حربا فعلينا.
نعم. طيب سيادة اللواء، يعني فيما يتعلق بالتحالف العربي، في حال صار الخيار العسكري هو الحل القائم، يعني إذا ما تعثرت مفاوضات الكويت وفشلت، يعني هل سيكون دور التحالف كدوره في السابق أم ماذا؟ يعني أنتم برؤيتكم لهذا الأمر؟ أنا السؤال هذا ليس لدي إجابة عليه، يجيب عليه قيادة التحالف والمسؤولين المعنيين في هذا الشأن. نعم، إذن أشكرك اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن مشاهدينا، سينضم إلينا الآن أيضا عبد الله الشندقي الناطق باسم مجلس المقاومة في نهم. مساء الخير سيد عبد الله. مساء النور أخي الكريم. سيد عبد الله، بداية ضعنا في تفاصيل الخارطة العسكرية اليوم في نهم. اولا تصحيح اخي العزيز، ناطق المجلس الاعلى لمقاومه صنعاء، ما حيحدث اليوم في مديريه نهم، نعم، يعني بعد الاعتداءات المتكرره من قبل هذه الميليشيات وعدم التزامها بالهدنه، رصدنا داخل مديريه نهم في جبهه نهم صنعاء اكثر من 150 خرقا للهدنه متمثله في قصف بصواريخ الكاتوشا وقذائف المدفعيه والهون وايضا بشاشات الثقيله، وكذلك الاعتداءات المتكرره من هجمات هذه الميليشيات على مواقع المقاومه والجيش. نعم. كان اخر هذه الخروقات ما كان يعني اليوم في ساعات الفجر الاولى، قامت هذه الميليشيات بالاعتداء على مواقع المقاومة والجيش الوطني داخل مديرية نهم في منطقة حريب نهم. قام رجال المقاومة على إثرها والجيش الوطني بالتصدي لهذه الميليشيات ولهذا الخرق الذي تم ويعني تكرر من قبل هذه الميليشيات التي لم تحترم الهدنة ولو ليوم واحد داخل جبهة نهم، وبالتالي جاء الرد من قبل أبطال المقاومة والجيش الوطني بردع هذا الهجوم والتقدم نحو منطقة آل عامر وأيضا الذراع والضبوعة، نعم، والضبيعة وأيضا قرية النملة وأيضا مواقع استراتيجية هامة كان يعني أهمها الحمراء والقرين ويعني القصباء ويعني هذه المواقع الاستراتيجية المهمة تم السيطرة عليها. طبعا هذه المواقع كان خلال الشهر المنصرم وهي تقصف مواقع المقاومة من داخل هذه المناطق والقرى، أضف إلى ذلك أن هذه الميليشيات التي كانت تسيطر على منطقة آل عامر التي تم اليوم تحريرها، يعني كان في قبل 3 أيام المعهد التربوي الذي يقع في داخل هذه المنطقة الذي يعد المعهد الثالث داخل محافظة صنعاء تم تفجيره من قبل هذه الميليشيات. نعم. فهي يعني بقدر ما هي يعني تخرج الهدنة أيضا هي تروع الآمنين وتعتدي على الممتلكات العامة والخاصة. طبعا أخي الكريم، نحن كان هذا ما قمنا به اليوم كان من باب الرد على الخروقات المتكررة وأيضا الحفاظ على النفس والمواقع، وأيضا نحن ناشدنا خلال هذه الفترة المصرمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الراعي لهذه المفاوضات مفاوضات الكويت، نعم، بأن يردع هذه الميليشيات ويلزمها بالهدنة التي ألزمنا بها نحن، فبالتالي نعم. لم معنا أي تجاوب، نعم، من قبل المجتمع الدولي من قبل هذه الميليشيات المجتمع الدولي واستمرت في خرقها للهدنة. نعم سيد عبد الله، هذا ردنا الرادع لهذه الميليشيات. نعم سيد عبد الله، ابقى معنا، نعود إلى ضيفنا عبد الله الأشرف الناطق باسم مقاومة الجوف بسؤال أخير. سيد عبد الله، سيد عبد الله، هل وصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة إلى قناعة بعدم جدوى التهدئة ويعني أن الخيار العسكري هو الحل؟ إذن كما أبلغونا يعني انقطع الاتصال بالناطق باسم مقاومة الجوف عبد الله الأشرف. إذن نعود بالسؤال إلى، سينضم إلينا الآن المحلل العسكري والسياسي الدكتور علي صالح الخلاقي. مساء الخير دكتور. مساء الخير.
دكتور، كيف يمكن الآن وفي هذه المرحلة بالذات الربط بين الحاصل العسكري على الأرض وأيضا السيناريوهات السياسية؟ بمعنى هل تعتقد أن الخيار الميداني سيكون في المرحلة المقبلة هو الخيار الذي لابد منه؟ في تقديري أن المؤشرات التي تجرى الآن على الأرض أو على ساحة المشاورات السياسية في الكويت تؤدي إلى هذه النتيجة، نظراً لمراوغة وتعنت وفد الإنقلابيين وعدم التزامهم بشيء مما تعهدوا به أمام المبعوث الدولي وأمام الدول الراعية، إذ مضى الآن أكثر من يعني دخلنا الشهر الثاني في مفاوضات لا أفق لها، وهذا دليل على أنهم يراهنون على الانقلاب على القرار الدولي وعلى أجندة الحوار التي ذهبوا من أجل التوقيع عليها وتنفيذها، وهم يحاولون أن يحققوا أي مكسب سياسي بعد أن فقدوا الكثير من المكاسب العسكرية على الأرض وأن حصر وجودهم الآن في محافظات محددة، وهم الآن في مستوى من الضعف مقارنة بقوتهم قبل عام حينما اجتاحوا المدن وسيطروا على مؤسسات الدولة وقواتها. ولذلك أعتقد أنه لا بد من استكمال هذه المشاورات إلى أقصى مدى حتى نضع العالم أمام حقيقة هؤلاء أنهم لا يبحثون عن حل. أما الحل العسكري فهو آخر العلاج كما يقال الكي، إذا لم يذعنوا للقرارات الدولية ولأجندة المشاورات في الكويت. نعم، إذن المحلل السياسي والعسكري الدكتور علي صالح الخلاقي كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا لك. نعود بالسؤال إلى المتحدث باسم المقاومة الشعبية في صنعاء سيد عبد الله الشندقي. يعني سيد عبد الله، ما دقة القول أنكم أن تحركاتكم هذه اليوم لا تزال في موقف ردة الفعل وأنكم لم تمتلكوا زمام المبادرة؟ يعني هل يعني هذا أنكم لا تزالون ملتزمين باتفاق التهدئة حتى هذه اللحظة؟ طبعا أخي الكريم، نحن إلى هذه اللحظة ملتزمون باتفاق التهدئة. نحن يعني نريد السلام ونريد أن نحقق السلام في اليمن، ونحن أيضا جزء يعني من الشرعية كمقاومة، نحن رديف للجيش الوطني، وبالتالي نحن نلتزم بتوجيهات القيادة السياسية. توجيهات القيادة السياسية إلى الآن تقضي بأن نلتزم بالهدنة وننتظر نتائج المفاوضات داخل الكويت. نحن أخي الكريم نريد السلام، لكن هذه الميليشيات يعني مما يظهر من خلال مفاوضات أكثر من شهر داخل الكويت وجنيف ويعني وان وجنيف 2 لم تبدي أي حسن نية تجاه السلام وهذه المفاوضات المتكررة. هذه الميليشيات إلى هذه اللحظة هي تفاوض ويعني مطلوب منها إطلاق الأسرى، وهي إلى هذه اللحظة تختطف داخل مديريات محافظة صنعاء وداخل أمانة العاصمة وفي مناطق أخرى. هذه الميليشيات إلى هذه اللحظة التي يعني مطلوب منها وقف إطلاق النار وهي تحاول التقدم على الأرض، وأكثر كما ذكرت لك من 150 خرق داخل جبهة 2. اللجنة المكلفة بالإشراف يعني سيد عبد الله هي تهز الاقتصاد اليمني بطريقتها من داخل البنك المركزي الاحتياطي البنك المركزي. نعم سيد عبد الله، اللجنة المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار أين هي الآن مما يحدث؟ نعم، هذا سؤال يعني وجيه أخي الكريم. نحن يعني استأنا وأيضا استنكرنا واستغربنا لاستثناء صنعاء من لجان مراقبة إطلاق النار. أخي الكريم، مفاوض يعني الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام طلب من رعاة المبادرة الخليج أو من رعاة المفاوضات الكويت بأن لا ينزلوا لجنة إلى صنعاء لأن صنعاء لا تحتاج إلى ذلك، وبالتالي وقفت هذه الميليشيات ضد نزول لجنة، مما يعني أنها كانت ناوية على استمرارها بخروقات وتقدم على الأرض ومحاولة للسيطرة على مناطق ومواقع. نحن في جبهة نهم صنعاء لا توجد لدينا لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار نهائيا،
وبالتالي نحن استنكرنا في حينه واستغربنا لهذا الموقف الذي تم يعني نعم طلب الحوثيين تم قبول نعم. طلب الحوثي وصح في استثناء صنعاء من لجنه مراقبه وقف اطلاق النار، وبالتالي ليست لدينا لجنه، مع ان اللجان في الجبهات الاخرى نعم. لم تجدي ولم يعني تستطع ان تصنع شيء. الميليشيات تخرق الهدن وتستمر مع وجود نعم الان سيد عبد الله يعني الان ما تم فيها محافظه البيضاء نعم. بالاعتداء من قبل هذه الميليشيات على عضو لجنه مراقبه وقف اطلاق النار هناك. نعم الان سيد عبد الله ما هو الوضع في جبهه نهم؟ هل ما زالت المعارك محتدمه في هذه الجبهه؟ وهل ايضا يعني ما تم اليوم هو يقتصر كرده فعل ومن ثم التوقف، ام انها صارت معارك مفتوحه في هذه الجبهه؟ طبعا اخي الكريم نحن يعني طالبنا الامم المتحده كراعيه لمفاوضات الكويت والمجتمع الدولي المراقب لهذه المفاوضات وايضا المعاون لها نعم. بأن يلزموا هذه الميليشيات بوقف إطلاق النار مثل ما نحن ملتزمون كقوات شرعية جيش ومقاومة، لكنهم لم يستطيعوا إلزام هذه الميليشيات ولم تستجب للنداءات الأمم المتحدة، وبالتالي استمرت بخرق الهدنة، مما اضطرنا إلى صنع العملية الجراحية الخاطفة التي كانت اليوم. وبالتالي إذا استمرت هذه الميليشيات في خروقاتها للهدنة فسيكون ردنا عليها موجع، لأنها لم تستجب. نعم واقع الحال حاليا في الجبهة كيف؟ الراعي لمفاوضات الكويت بإلزامها بالهدنة. نعم الواقع حاليا في الجبهة بحق الرد للحفاظ على المواقع والأنفس. نعم الواقع حاليا في الجبهة يعني هل توقفت المعارك؟ يعني ما تم صباح اليوم هو عبارة عن رد على الخروقات المستمرة، أم أنها خلاص يعني باتت معارك مفتوحة؟ يعني الآن هناك غصب من قبل الميليشيات من الجهة الغربية لمنطقة حريب نهم، وسيتم الرد على هذا القصف. نحن نسيطر على هذه المواقع التي كانت اليوم، وهي مواقع كانت يعني أصلا بأيدي الشرعية. نحن كما ذكرت لك إذا استمرت هذه الميليشيات في هجوماتها سيكون ردنا موجع. طبعا أخي الكريم قبل الهجوم الذي حدث اليوم الصباح ساعات الفجر في الميسرة من جبهة نهم كان هنالك هجوم اخر في الميمنه من جبهه نهم بالتحديد في جبل يام ليله امس، هذا الهجوم تم صده من قبل ابطال القوات المسلحه الجيش الوطني وايضا ابطال المقاومه الشعبيه، وكان نتاج هذا الصد للهجوم الذي جاء من قبل هذه الميليشيات 10 قتلى لا تزال جثثهم مرميه الى الان في جبل يام، 10 جثث من قبل هذه الميليشيات اثناء هجومهم الذي كان ليله امس. وبالتالي إذا ما استمرت هذه الميليشيات في هجوماتها المتكررة سيكون لنا موقف ورد رادع لهذه الميليشيات. أشكرك الناطق باسم المجلس الأعلى للمقاومة بصنعاء سيد عبد الله الشندقي، كنت معنا عبر الهاتف من جبهة نهم. إذا مشاهدينا ختاما لا يسعني إلا أن أشكر جميع ضيوفي في حلقة الليلة، كان معي عبد الله الأشرف الناطق باسم مقاومة الجوف، وأيضا اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، وأيضا المحلل العسكري والسياسي الدكتور علي صالح الخلاقي، وأيضا الشكر للناطق باسم مجلس المقاومة في صنعاء السيد عبد الله الشندقي، كما أشكر جميع أفراد طاقم العمل في الإعداد أيضا الزميل محمد القاسم، وأشكركم أنتم مشاهدين على كرم المتابعة. حتى الملتقى أترككم في رعاية الله وحفظه.